إسماعيل الفلالي عن مؤسسة عبد الرحمن في النيش التي تنعاها وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقديم الدعم الفني والعلاج بالموسيقى للأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة. عافاهم الله وجميع المرضى يا رب. تحت تصفيقاتكم نستقبل المذيع الصغير إسماعيل. إسماعيل البالغ من العمر 13 سنة وسيلتحق بها العازف والأستاذ ديالو عازف القيتارة الأستاذ هشام بن موسى. شكرا لكم. مرحبا سهلا. Thank you.